حنون تمريرة لفابيو دي ليما، الاسم لم يذكر كثيرا في المشاركة في الربع الساعة الأولى من أحداث غني عن التعريف أمانة في منتخبنا الوطني، وأيضا تواجده خلال السنوات الماضية في الكرة الإماراتية هو عارف أيضا وشايف المستويات. كربي في الإبعاد، عودة من جديد إلى بلال يوسف، بعدها يا بلال هناك خطورة وانتشار جميل للاعبي منتخب تايلاند. لاحظ الكرة، لاحظ الخطأ اللي يحتسب لمصلحة منتخبنا الوطني ولمصلحة اللاعب اللي واضح في الصورة، بلال يوسف لاعب فريق عجمان الكوري الجنوبي. يومها سجل حارب عبد الله، وحارب عبد الله عاد من جديد وسجل أمام منتخب أستراليا في مباراة. أيضا الصورة عما نشاهده مع المنتخب، لكن اليوم البطولات القادمة والاستحقاقات أيضا لمنتخبنا الوطني. بلال يوسف أرسل كرة جميلة باتجاه حارب عبد الله، يلا يا حارب، الكرة تبع منتخب تايلاند. شوف الكرة الماضية من بلال، حلوة التمريرة يا بلال. أتمنى أن نشاهد أكثر من هذه التمريرة اليوم على حساب منتخب تايلاند، وبالتالي يصبح رصيده 3 أهداف دولية. حارب عبد الله لاعب فريق شباب الأهلي ولاعب فريق أيضا المنتخب الأبيض الإماراتي الأول، برافو، تدرج في المراحل السنية وكان أيضا يومها مواظب على التدريبات و